السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة توعية الناس من الذهاب إلى السحر والسحرة. النهاردة هنتكلم عن الحسد، وعرفنا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن العين إن في فرق كبير جدا ما بين العين وما بين الحسد، وتكلمنا في الحلقة الماضية باستفاضة عن العين. أما اليوم سوف نتعرف عن الحسد وأعراضه وهي أسبابه. الحسد تعريفه هو تمني زوال نعمة الغير. فالحاسد عموما لديه اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى، هو شايف ان اللي في ايدك ده انت ما تستهلوش، بالتالي بيتمنى زواله، فده اسمه الحسد. والحسد ده نوعين، نوع مذموم ونوع محمود. المذموم هو كراهية النعمة مطلقا، ان انا مش عايز اشوفك في نعمة وخلاص، ده اسمه الحسد المذموم. اما الحسد المحمود وهو الغبطة، ودي اتكلمنا عنها لما كنا بنتكلم عن لا حسد الا في اثنتين في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى بمنتهى البساطة، الغبطة ان تتمنى ان يكون عندك مثل ما عند غيرك، او تتمنى ان يكون مثلا عندك مال فتنفقه كما ينفق فلان، وهكذا. فهذه هي الغبطة المحمودة، وان كانت تسمى الحسد وتدخل تحت باب الحسد. أعراض الحسد: حرارة في الجسم كله أحيانا. وقبل ما أتكلم عن الأعراض دي كلها يا جماعة، دايما أكرر الحتة دي لأنها مهمة جدا، أنت لما بتحس بأي أعراض عضوية بتذهب للطب، الطب يقول لك ما فيكش حاجة والأعراض ما زالت كما هي، خلاص كده بندخل في موضوع تاني خالص، بنعرف أن الكلام ده يا إما حسد يا عين يا سحر. فده يعني اصلا لازم نحفظه في كل اللقاءات حتى وان لم اذكره. فاعراض الحسد: حراره في الجسم كله، احيانا ممكن تحس ان جسمك كله في حراره، في سخونيه، فبتروح للطب يقول لك ما فيكش حاجه، خلاص بنعرف ان الموضوع بيبقى خاص بالجن. اثنين، النخامه في فتره الصباح، تحس ان في نخامه كده واقفه في صدرك في فتره الصباح وانت ما كنتش كده، بخلاف الإنسان اللي متعود على كده، ده موضوع تاني. ثلاثة، مشاكل في القولون. بتقول إيه؟ بقولك مشاكل في القولون، إزاي؟ القولون ده مال ومال الكلام ده؟ لا سبحان الله. طبعا بعض الناس ممكن ما يصدقش، اللي ما يصدقش ما يصدقش، لكن من خلال حالات اتعالجت أمامي كان بيشتكي من القولون، طبعا هو راح كشف طبي والطب ما عجز معاه، ودي حالات أنا أعرفها شخصيا، لمجرد ان هو اتقرأ عليه الرقية الشرعية بفضل الله تبارك وتعالى برئ وما عاد يشتكي من القولون. ألم في المفاصل، في بعض الأحيان تفاجأ فجأة بألم في المفاصل، روحت للطب ما فيش حاجة، بيقرأ عليك الرقية الشرعية بفضل الله بتروح الألم دي. الوسوسة، إنسان تلاقيه موسوس بطريقة غير عادية وهو ما كانش كده، ده اسمه حسد. صداع نصفي، واحنا اتكلمنا عن الصداع النصفي في العين، احيانا بيبقى فيه صداع نصفي من بعد صلاة العصر الى المغرب، ده خاص بالعين. انما الحسد بيبقى صداع نصفي، واحيانا بيبقى على فترات مش دائم زي الصداع النصفي اللي هو بيكون سببه العين. سبعة، تعطيل ولخبطة في امور الحياة، تحس ان الدنيا ملخبطة معاك ما انتش عارف في ايه، ده حسد. سرعة الغضب وانت ما كنتش كده، ده ايه؟ حسد. التوتر والقلق، دايما قلقان، دايما متوتر وانت ما عندكش حاجة اصلا في حياتك تستدعي الى هذا التوتر والى هذا القلق والى هذا الاضطراب، فبنعرف ان ده حسد. عشرة، النفور من الطاعة، انت انسان ملتزم وبتحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى وبتقضيها بانتظام، فجأة حاسس ان انت مش عايز تعمل الحاجة دي، ده اسمه حسد. كثرة التأفف، انت انسان صابر ومحتسب ودايما لما يحصل لك اي حاجة بتبقى عادي ما فيش مشاكل وده ابتلاء من الله، كل الكلام ده انت عارفه، فجأة تلاقي نفسك بتتأفف ما انتش عارف بتتأفف ليه وبدون سبب وبصفة مستمرة، هذا حسد. كوابيس منامية وانت ما كنتش متعود على الكلام ده، حسد. نبض القلب في اماكن الجسم، ودي من اكبر العلامات اللي بنعرف بيها الحسد. يعني ايه نبض القلب في اكثر من مكان في الجسم؟ احيانا ممكن تحس ان نبض القلب حاسس ان هو في السره،
وده غالبا بيبقى سحر مأكول، وده برضو بنعرفه. احيانا ممكن تحس ان نبض القلب مش انت مش حاسس بيه في المكان الشمال ده، لا ده انت حاسس ان هو في ظهرك، حاسس ان هو في قدميك، وده بيبقى خاص بالسحر المرشوش. كل الكلام ده هيجي الكلام عنه، سواء السحر المرشوش او السحر المأكول، كل ده هنتكلم عنه باستفاضة وهنذكر اعراضه. لكن عموما نبض القلب في اماكن الجسم ده بيبقى حسب. اخر حاجة رؤية الجن في المنام، احيانا ممكن تشوف الجن في المنام، فده بيبقى ممكن يكون عرض من اعراض الحسد. بالنسبة لموضوع العين والحسد اللي احنا بنتكلم عنه يا جماعة، الحسد اساسا يعني اليهود مشهورين به، يعني سبحان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم آية في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأنا ذكرت أدلة كثيرة في من خلال الفيديوهات اللي أنا عملتها سابقا، أن اليهود كانوا أساسا شطار في موضوع السحر ومع شديد الأسف. لكن أنا عايز أقف مع نقطة مهمة جدا. المرأة يا جماعة للأسف الشديد وهي في الدورة الشهرية، للأسف الشديد إحنا توارثنا ولم نتعلم، انتبهوا للكلام، توارثنا حاجة ورثناها، إن المرأة الحائض لا تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تتلفظ بلفظ الجلالة. كل الكلام ده خاطئ يا جماعة. الأصل المرأة وهي في فترة الحيض هي ممنوعة من قراءة القرآن. لكن مش بس كده بقى، خدوا الأعجب اللي بعض الناس ممكن لأول مرة تسمع الكلام ده، والكلام ده موثق، يعني سهل جدا على فكرة انك تدخل على النت وتشوف الفتاوى اللي انا بقولها دي موجودة ولا مش موجودة. انا بطبيعة الحال مدرس ثانوي، بدرس المواد الشرعية للمرحلة الثانوية بالنسبة اللي هي قبل الجامعة، واحيانا بندرس للفتيات عندنا في الازهر المعزولين، الشباب لوحدهم والفتيات لوحدهم. ففي مادة القرآن الكريم طبعا البنت في سن المراهقة فعندها دورة، فاحيانا واحنا في حصص القرآن الكريم واحنا بنعلمهم القرآن وبنقرأ لهم، بعض البنات بتمتنع. هو الاصل ان هي لا تقرأ القرآن، ده الاصل ما بنختلفش، لكن استثنى اهل العلم المعاصرين ان البنت او المرأة سواء اذا كان عندها ورد يومي من القرآن، انا عايزكم تركزوا في كلامي، انا كلامي محدد، ان المرأة نفترض انها حافظة القرآن كاملا، حافظة يعني تلتين القرآن، حافظة 15 جزء، نصف القرآن. اللي حافظ القرآن وده هو اللي هيفهم كلامي، انه لازم يكون له ورد يومي. القرآن الكريم عزيز، لو تركناه يتركك، مش ان انت حفظت القرآن وخلاص، لا، اي بني ادم حافظ القرآن الكريم لازم يراجع عليه يوميا. فاذا كانت المرأة عندها قدر كبير في حفظ القرآن الكريم، جاز لها ان تراجع القرآن الكريم وهي حائض، وانا اعي ما اقول، لكن دي حالات استثنائية وليست الاصل. فنرجع لموضوعنا، دي حتة كده حبينا نقولها على جنب، ان المرأة وهي في العادة الشهرية ما ينفعش انها تبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا هي متخيلة ان ده حرام وانه لا يجوز، ما انا قلت احنا ورثنا الحاجة دي ما تعلمناهاش. لا، المرأة الاصل انها تذكر الله طبيعي عادي جدا، وتستغفر الله سبحانه وتعالى وهي في حالة عندها الدورة الشهرية، خلاص كده. طيب بعض الناس يقول لي يا عم الشيخ انا مش حافظ قرآن، طب اعمل ايه؟ اديكي وصفة تانية جميلة جدا تحفظك في فترة الحيض. ايه هي؟ طبعا كلنا عارفين خل التفاح. اولا خل التفاح ده جميل جدا للبني ادم اللي هو مريض مرض روحي، وللبني آدم السليم كحفظ، بيعمل عليه هالة إن الشياطين تبتعد عنه. لأن الشياطين ومع شديد الأسف الموكلة بسحر أو بتدخل في الجسم من خلال حسد أو عين،
بتستنى العادة الشهرية للمرأة علشان جسمها بيبقى ضعيف ومتفتح فممكن يدخل فيها. خلاص كده؟ وللأسف الشديد يعني احنا من أول ما بدأنا في السلسلة بلاقي بعض الجهلة اللي بيعلقهم، ويا ليت تعليقه يكون فيه مثلا رد علمي، هو مش مقتنع. طبعا الناس اللي مش مقتنعة دي أنا لا أقيم لها وزنا، إنما اللي عاوز يرد علي بدليل حذاؤه على رأسي، لكن اعلم إن لم ترد بدليل سأمسح بك الأرض. هذا شرط، عندك دليل على الرحب والسعة أقول لك جزمتك أو حذاؤك على رأسي، إنما إن لم يكن عندك دليل وترد لمجرد الرد أو إن الحاجة دي مش داخلة دماغك أو إحنا بنقول خرافات، أنا لا أنا ساحر ولا أنا معالج، إنما هذا علم أبينه للناس. فالمرأة تأتي بمقدار فنجان من القهوة خل تفاح، وشرط على فكرة إن خل التفاح لازم يكون أصلي، مش اللي عند العطار اللي بيتحط على السلطة، لا، في خل تفاح أصلي. مقدار خل تفاح مقدار فنجان من القهوة، وتضعه في جالون ماء كبير، وتقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم لا سيما آيات السحر، أو تقرأ عليها الرقية الشرعية كاملة، مفيش مشاكل. وتستحم به مرة واحدة في الصباح كل يوم طيلة فترة الدورة الشهرية دي. لو عندك شيء أساسا، لو عندك مس روحي هيأذي الحاجة دي وممكن تخرج، ولو أنت سليمة ما عندكيش أي حاجة فأنت بتحفظي نفسك، ما عندناش مشاكل. فدي عبارة عن حاجات يعني بنقولها لكم من باب التوعية، من باب الحفظ، ازاي تحافظي على نفسك في فترة الحيض اللي هي الدورة الشهرية. هذه بعض أعراض الحسد. كده نكون تممنا الكلام عن ثلاثة أشياء، وهم الحسد والعين والسحر. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.